ايه هدول شو نوعهم من بين البنات؟ حتى الميكروبات اللي عايشة جواتي عم تتمرد عليك وساخة وقرف. خدي بس هدول إلنا. ألما أنتي ملاحظة؟ هدول بيعرفوا يحطوا ختم على كل شي بياكلوه وبيشربوه، بس الصحون الوسخة بيرمولنا إياها إلنا. هلأ تركينا من سيرتون، نحن هلأ لازم نجيب شي ناكله بسرعة كمان. مرحبا يا بنات. والله يا روحي اجيتي بوقتك لاني كنت رح موت من الجوع. هلا نتعشى مع بعض. ايه شو قال تمثال الطيبه تبعك؟ يعني شو بده يقول؟ الكل عنده نفس المشكله، من مين هذا الحمل؟ وشو بده يصير من هون وهيك؟ كلهم مصرين يعرفوا مين هو الاب، والكل اكلين همي وهم الجنين. انا مالي نفس حط ولا لقمه بتمي. وأنا كمان هالحكي بيسد النفس على الآخر. ممكن ما تسدوا لي نفسي معكم؟ اليوم تجاوزنا كارثة فظيعة وكل شيء انتهى. شو علي؟ عيلاتكم ما حدكم وهذا عم بيضايقكم، بس تعلموا من تجربتي. مضايقتكم رح تخف، يمكن ما تروح على الآخر بس بتخف. بعدين اطلعوا من الطرف الحلو حبيباتي، على القليلة ما ضل لا في سر ولا شي، والمطاردة خلصت على الآخر وخلصنا من الدبيرون، وهذا عريس الغفلة صار من التاريخ. لك شوفوا مبارح وين كنا وشوفوا هلأ وين صرنا، كل شي سيء رح يتصلح مع الوقت. والله الحق معك يا نور، يعني نحن انطردنا من بيتنا وهجم على بيتنا رجال، وقبل 10 دقايق شو كنا عم نعمل ما هيك؟ هيك بالضبط حبيبتي ألما. يلا لكان رح نترك التشاؤم. ماشي لكان، لنحكي بالشغلات الحلوة. مثلا عن شو بنحكي؟ مثلا خلينا نحكي عنك وعن سعيد يا ست نور. حكت لي ألما قال خربانة بيناتكم. عن جد انك وحدة تافهة، انا عم حاول طالعكم من الجو اللي انتو فيه وانتي بترجعيني على الحزن. نور ماشي ست أسير رح احكي لك. طيب قلي هلأ شو بدي يصير بأيلول؟ البنت اجت واستقرت عندك، ما بتقدر تقلها روحي؟ ما بظن انه هون في مشكلة، نحن كنا عم نجرب اصلا، بس بهي الحالة ما ممكن نستمر ابدا. يعني اذا الحمل مني حتى ايلول ما بتحب انه ابني يتربى بدون اب، هي فهمانة وحساسة وبتتقبل. انا معك، بس انت عم تحكي بدون ما تحسب حساب للحب يلي بيناتكم. بعرف رح تزعلي شوي ورح تعصب مني، بس هذا الطفل اهم منا كلياتنا، وبرايي انه هي رح تفهم هذا الشيء ان شاء الله. بس لما بتكون الشغله شغله منافسه بين النسوان بصيروا خطيرات كتير، باحسن الاحوال بيكونوا شريرات. انت بنقطة حساسة كتير، تأسيس التوازن بإيدك انت، انتبه كتير أركان، كون صريح مع التنتين. تركنا من هذا الحديث هلأ، أنا رح صير أب. برأيي بالغتي نور، النتيجة هو رايح يتعالج وانتي بتعرفي قديش سعيد متعلق بالأكاديمية. بس أنا مو معلقة عند هاي النقطة ألما، هلأ الواحد لما بياخد هيك قرار ما بيسأل البنت اللي عايشة معه؟ أنا ما عم قول ياخد إذن، نحن مشينا بطريق سوا، بس من أول دقيقة تخلى عني. إيه اللي بيسمعك بيفكر إنه سعيد هاجر نهائياً على أمريكا، الشاب رايح يعمل عملية ويرجع، شو فيها هي لتكبريها؟ أوكي، الحق علي أنا الشريرة وهو تمثال البراءة. الزلمة طالع كل أمه بوشي لمجرد إني سألته ليش بدك تروح، صار يقول لي أنت وحدة أنانية وغيرانة مني. لا ستي، هو الأناني وهو الغيران مني. نور أنت بتعرفي حالك إنه ما معك حق، إذا صار معك نفس الشي بتقولي أنا مو مجبورة أقدم حساب لحدا وبعمل اللي بدي إياه وبتروحي. كلامها مزبوط، لسه قبل كم شهر مين اللي تخلى عني وراح؟ هلا برايك هي مثل هي اسيل، هي علينا، بعدين كان الحق عليكي انت. يا بنات احكوا بصوت واطي شوي،
أنا عم حاول أدرس جوا. يا ربي دخيلك الهمني الصبر، عم بيقلي عقلي روحي فرمتي مخها كله وفرغي لها ذاكرتها، وبعدين الفيها على الصحراء خليها تسوح مثل الدراويش الهنود وتربي حية كوبرا، خليها تعضب أنفها. بس يا حسرتي إيدينا ورجلينا مربطين، قلتك منارة البحر معه خبر باللي عم بيصير معي؟ منين بده يعرف؟ يسلموا. في شي خبر من الولد؟ لا اليوم ما اتصل. الحمد لله انكم رجعتوا. وين البنت؟ وين أسيل؟ انسوها، أسيل انتهت. شو يعني انتهت؟ بنتكم قليلة الشرف وقفت قدام فرات وقالت له أنا حامل وما بتزوجك، بهدلتنا وبهدلت حالها. شو عملت؟ ما شفت البنت وتركتها هونيك؟ كيف بدي جيبها أمي؟ البنت ركبت راسها، قال بدها تعيش باسطنبول، اعتبروني مو موجودة. بابا؟ صار لك شي بابا؟ شو صار لك رمزي؟ بابا كله بسببكم انتو، كنت بعرف انه هيك رح يصير. أنا كم مرة قلت لكم بلا ما تروح على اسطنبول بكره بتفضحنا هنيك وبتطلع عن الطريق بس ما حدا رد. خود اشرب مي. بدي ازعل على بهدلتها قدام العالم ولا على الكم قرش اللي حطيناهم على الصيدليه تبع شنابة؟ قال شو؟ أسير رح تجي من اسطنبول ورح تدير بالها على ابوها وامها. رمزي كرمال الله احكي شي، رح نجيب أسير ونجي ما هيك؟ انا ما عندي بنت اسمها أسير. هذا البيت ما بقى ينذكر اسمه، مفهوم؟ أمرك رمزي. واللي بيشوفها وبيحكي معها كلمة واحدة وحتى ذكر اسمه وجاب سيرته بحلف لكم يمين بقتله وبقتلكن، عم تفهموا؟ يا بنات يلا قوموا لشوف، معكن 30 ثانية لتقوموا وتغسلوا وشكن وتكونوا جاهزين. أوف نور، ليش عم تصرخي من على بكرة الصباح؟ يلا لك خلصوني بقى، قلتلكن قوموا ما سمعتوني. يلا مشان شو عم تقومينا؟ يا شيطانة يلا قومي هلا تتأخري على المراسم، يلا بسرعة. أمنا أمنا لا تصرخي. إف يا ملكة الشيطانات يلا قومي رح تروحي المراسم، يلا قومي قومي. كنا لاي من هون. لك انتي لا تفيقي أبدا. شو عم بصير نور؟ نور شوفي ليش فيقتينا؟ استنوا ليجوا البنات بالأول. شش عجلوا شوي. شو القصة نور؟ شو عم بصير من الصبح؟ رجاء اسكتوا شوي يا جماعة. هلأ وانتو نايمين اليوم الصبح وعم تسبحوا بأحلامكن، أنا فقت من النوم بكل إخلاص، رحت ودفعت المصاري مشان يجيبولنا المي بس خيبولي أملي، قالولي ما منجيبها قبل 3 أيام. أنا طبعاً ما يئست وحاربت مشان المي بكل قوتي وبالآخير وافقولي. إيه لأ يعني خلصت تعباية البيدونات؟ بترجاكم تنتبهوا للي بدي أقوله، فهموا علي شو رح أقول. الماء حياة، الماء بركة، الماء صحة، الماء هو النظافة. نور طولتيها كتير، ملاحظة أنه دمك تقيل، احكي جابوها ولا ما جابوها؟ هوب هذا الشرف إلي. والله جابوها. اجت اخيرا رح نقدر نتحمم، طلعت ريحتنا والله.
شو؟ أنا بالأول بتحمام وبعد نوران طبيعي يكون دوري أنا. بس يا بنات أنا حامل، لو تفهموا وضعي شوي. أنا أصغر شي بالحجم، بتحمم أسرع منكم. وين الاحترام؟ وين الاحترام؟ أنا تعذبت فيها وأنا بتحمم بالأول. دقيقة شوي، المصاري كانوا معي، كيف أنت دفعتيها؟ صحي نور، أنت كيف دفعتيها؟ طبعاً كانت صعبة شوي حبيبتي ألمى. يعني هلأ اتطلعت لقيت هي ما عم تعمل شي بصفتها صاحبة البيت، وأنا أخذت المصاري ورحت دفعتهم. كيف يعني؟ دخلتي على غرفتي مثل الحرامية وأخذتي المصاري؟ والله شي حلو، هاي المصاري مو إلك، عطيناك إياها مشان المي، بس أنت ما طلع منك حس. بعدين أنت لا تتطلعي على خديجة، تطلعي على النتيجة، وإذا مصرة تعملي خناقة تعالي ننزل لتحت وأسيل بهالأثناء بتتحمم براحتها. ما بقبل بهيك فوضى، هلأ أنتو بتطلعوا وأنا بتحمم وبعدين بحاسبك على عملتك السودا. اطلعوا لبرا، اطلعي اطلعي، يلا 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 نفطر وبعدين تتحممي. لا لا تتفقوا، بعد نوران بيجي دوري أنا. شو موافقين؟ شهد أنا لازم لحق الشغل، شو رأيك تقدري الوضع شوي؟ وحدة منكن ووحدة منا، بما أنه زعيمتك بالحمام بعدها بتدخل زعيمتنا. إيه خلص يا يا عيني عليك. ألمى أنا مو جايبة معي تياب منوب، ممكن ألبس شي من عندك بعد ما أتحمم؟ طبعاً ألبس اللي بدك يا. أنا بزبط كل هالشغلات، بروح على البيت وبلم كل الأغراض ومنمشي حالتنا بهالكام قطعة. تسلموا يا بنات. ايه والله يا ألمى، مو على الفاضي بيقولوا انه هالدنيا غدارة ودوارة. بهالزمانات لبست قطعة من عندها ما تركت كلمة ما قالتها، مع انه اذا عم اقول هالحكي ما بكون مختلفة عنها. اف تيابي عفن وطلعت ريحتهم، معقول ارجع البسهم بعد الحمام؟ طب كنت بقلك بعطيكي شي تلبسي، بس ما جبت معي غير شنطاية صغيرة. اف لو في شي سوق اسبوعي قريب كنت بجبلي كام تيشيرت رخيص. شوفي ما حدا منا عنده شي بنوب، بس اذا لميت اللي بالبيت بندبر حالنا فيهن. مع انه اسلوب تيابي ما بيناسب ذوق الملكة الاصلية تبعنا، بس ما بيطلع بايدها شي. نور وقت بتروحي على البيت مري لعند العم صالح، يمكن يكون سعيد هنيك، وهيك بتحكوا مع بعض وبتتصالحوا. لا تعذبي حالك ألمى، اذا بده نتصالح هو يجي لعندي. يا الله اخي حمدي، انت مساك الباب لبين ما افتح باب البيت انا. ماشي ماشي حمدي، دير بالك. على مهلك اخي، اوعك توقعني. يلا يلا على مهلك. بدك امسكها، امسكها منيح، امسكها من ايدها. ماشي ماشي اخي، على مهلك مشان لا تلمسها، لا تلمسها. على مهلك يا اخي، على مهلك، انا ماسك الباب. خلاص خلاص لا تلمسها. انتبهي انتبهي. تعالي يا حبيبي تعالي. لا تخافي لا تخافي، على مهلك. انا ساجد. شوي 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 شوي. على مهلك. معلا وقفي 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 عندك، انا بفوتك. انا بنزل لحالي، اتركوني اتركوني. طيب تعالي يا روحي انزلي على مهلك. انتبهي ها انتبهي. إذا بتفلت البنت من بين إيديك على مهلك، على مهلك، ساعتها رح ورجيكم شو بدي أعمل. أنا عم بسحبك حبيبتي، أنا عم بسحبك. هلأ هاي البنت رح تضل عايشة هون يا ملك. لكن شو أمي، هات صار بيتها. اسند من عندك. إيه ماشي رح اسند لك رجلك، رح اسندها حبيبتي. ما بتوجعك حبيبتي، والله ما بتوجعك. انسندي لورا. على مهلك. هلأ هاي البنت شلون بدها تعيش بهالبيت؟ بس أمي هني كانوا عايشين من قبل ما تنكسر رجلها. بعدين فوزي جوزها هو بيدير باله عليها. يلا نطلع لفوق نحن، دعي. لسه لهلأ ما عرف ينيمها على الكنباية، خديها مني. هذا اللوح ما رح يحسن يدير باله عليها، البنت رح تروح من بين إيدينا. أمي عم تحكي وكأنها مكرسحة لا سمح الله، بكرة بتتحسن وما أنا بحاجة رعايته. يلا أمي يلا. استغفر الله العظيم يا رب. ما بتعملي لي فرنش إلي كمان؟ المسا بعمل لك حبيبتي. شايفتكن قاعدين ومرتخيين ومكيفين. معيتك خرب مزاجنا أصلاً. منيح لكان، بما أنه مزاجكن خرب لأعطيكن الخبر الأساسي، أنا ما بتحمل لعيشي هيك فوق بعضنا. حتى لو دفعتوا فاتورة المي ما بتحمل أكثر من أسبوعين. ألمى أنت بتقدري تبقي لنهاية فترتك، بس هدول التنتين بدهم ينقلعوا. حتى لو بدك يانا ما رح نضل، ورح ناخذ ألمى معنا كمان. والله بكون ممنونة، ماني ماسكتكم. يمكن الخطة جاهزة. قلتلكم رح آخذ سلفة من الشركة يا بنات، وحكيت مع ألمى نستأجر بيتي ثلاثتنا ومنعيش مثل الفل. من الأول هيك كانت خطتنا.
والله يا ريت تزبط، بعدين نحن صرنا بنعرف بعضنا منيح. والله أنا كنت عم فكر بهالقصة من امبارح، بس ما بيمشي الحال بشغل وحدة، وبس أنا لازم لاقي شغل بسرعة. شوفي أنا لقيت هدول، بس ما قدرت اتصل فيكي لأنه ما لقيت فرصة. هاتي لشوف. يكون حبيبتي، نحن علينا نركض ورا نصيبنا. أنا بتصل بهدول وأنتي بالباقيين، يمكن المسا نكون أصحاب شغل. والله يا بنات كل ما اشتغلتوا بسرعة منخلص من تقل الدم هدول بسرعة. يا ريت تزبط معنا، يا ريت نستأجر بيت ونشتري غراض حلوين ونفرشه. ايه، والسرير من أحلى ما يكون للبنوتة. لا هي لسه بدها وقت. يكون نحن منشتري شوي شوي. لك يا بنات لازم نستأجر بيت حلو كتير وما يكون فيه لا عيوب ولا مشاكل، ولازم تدخل الشمس عليه مشان صحة البيبي، وإذا كان في معه حديقة أنا بعمل مرجوحة كتير حلوة وظريفة للببو. أنا كمان بشتغل وبدرس من ربي البنوتة كلنا سوا، حتى التفكير فيها حلو كتير. يا الله، يعني أنا بطبيعتي ما بآمن بهيك شغلات، بس بيقولوا البنت بتجيب البركة. شوفوا من وقت ما عرفنا أنه اللي جاي على هالدنيا بنت كل حياتنا بلشت تنتظم. بس الدكتورة ما أكدت لنا. يكون برأيي بنت. يا بنات أنا تأخرت كتير، قلت لحالي بتأخر شوي بس مو كل هالقد، بدي نشف شعري وأطلع فورا. هوب 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 هوب. مشي الحالي عصر. أوي مشي الحال حبيبي، شكرا. فوزي؟ ها؟ وين أمي مو مبينة؟ والله وقت فوتناكي على البيت كانوا ورانا، بس يمكن راحوا بعد ما دخلنا. أمي ما راحت على البلد، بس ما حكت معي. شفتها بالمستشفى يا معلا، كانت ميتة من خوفها ليقوم يصير عليكي شي. فوزي؟ ها؟ هلا أنا كيف بدي اتسطح هيك شهر ونص؟ حمدي ربك معلا، حمدي ربك، منيح أنت ما متي، بس أنا نسيت أسأله للدكتور، قال لك شي يا ترى؟ يعني هذيك القصة ممنوعة شي؟ أنت ما بتفكر غير بحالك، شوف شو صاير فيني وبشو بتفكر أنت؟ لو إنه حظي منيح كانت انكسرت إيده وبس. فوزي. أكيد هالغتيارة دعا علي انزلط. مرحبا يا جماعة، اشتقتولي؟ انت مو عأساس رحتي على البلد؟ بس رجعت ورح ارجع على الشغل اليوم. ألف مبروك ان شاء الله، رحت لك كتير. يبارك فيكي. صباح الخير. صباح النور. راجعي لي هاي بابا. مرحبا. أهلين، أهلا وسهلا أسيل. أهلين فيكي خالة سلمى، كيفك؟ منيحة، وأنت كيفك؟ وأنا منيحة شكراً كتير. صباح الخير يا جماعة، يعطيكم العافية. الله يعافيك أستاذ مجد. أهلا وسهلا فيكي بيناتنا. شكراً أستاذ مجد، الرجعة على الشغل حلوة كتير. ونحن انبسطنا برجعتك لعنا، مو محتاجة شي ما هيك؟ لا، كل شي لساته مثل ما تركته. سلفتك بكرة رح تكون بحسابك. شكراً كتير أستاذ مجد، عن جد أنت إنسان كريم. ولا يهمك، يلا يعطيكم العافية. الله يعافيك. مرحبا، أنا جاية مشان إعلان الشغل، مع مين لازم أحكي؟ مع المدير بالقسم الخلفي. شكراً. عفواً. شباب شوية بطاطا تانية، استعجلوا، الزبونات كتروا، وهلا مننزلك، الله يخليكم. عجلوا يا شباب، واحد يقطع لي هالبندورة اللي هون. عفوان. يا جماعة استعجلوا، حط هدول، استعجلوا قد ما بتقدروا. مرحبا، أنا جاي مشان إعلان الشغل. فول تايم؟ لا نص دوام لأني طالبة. ها ماشي، معناتها بتشتغلي من الساعة 12 الظهر للساعة 10. هذا اللي بتسموه نص دوام؟ هيك ما بقدر لأنه عندي دوام بالجامعة. يعني انت شوف لي البطاطا اللي عندك وشوف لي الشواية. يا شباب يا الله يا شباب استعجلوا شوي. انت امتى فراغك؟ انا المساء بكون فاضية، واحيانا بيكون عندي بنهار كم ساعة فراغ. يعني للاسف ما عندنا هيك دوام، ما بقدر اوازن الشغل، بعدين بصير عندي مشكلة مع باقي العمال، عدم المؤاخذة. شوفوا الشواية عندكم، يلا 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 شوي تانية، طالعوا البطاطا شباب، طالعوا البطاطا، بطاطا حطوا هدول عندكم. ايوه ايوه.
يعطيكم العافية. ايه سيد مدحات، صار البيت إلك، يجعله مبروك. يبارك فيك سيد صالح، تسلم. حضرتك حكيت مع المستأجرين؟ يا ترى امتى رح يفضوا؟ لا تقلق، حكيت اليوم او بكره بفضوا لك اياها. ماشي لكان، انا بستنى خبر منك، بس يطلعوا انا ببلش جدده فورا. مثل ما بدك، تفضل. حطوا الإرساليات، ما هيك خالي سلمى؟ إيه حبيبتي أسيل، هون. وهاد؟ هاد ملف الأستاذ مجد، أنا بودي له يا. هاي يمكن إلك. يسلموا خالي سلمى. قول من أول دقيقة. أسماء؟ شوفي حبيبتي سلمى، عندي خبر فظيع كتير. دخيلك قولي، رح يزودوا الراتب. زيادة شو يا بنت؟ اسمعي لقلك، حزري شو صار هلأ. شفت أسيل وهي عم تشرب بوليكاستي، بقطع ايدي اذا محامل. انا قلت لك من الاول انه في شي بينه وبين الاستاذ مجد، من اول يوم اجت فيه لهون كانت القصه باينه. هذا الولد اكيد من الاستاذ مجد، وعن قريب بيبين كل شي. ليش متاكدي هالقد يا بنت؟ انا بعرف هيك انواع. شي مره شفتيه عم يوظف حدا؟ امي صب لك الشوربه. هلأ هذا الشاب بيعرف يعمل أكل يا ترى؟ أي واحد؟ مين بده يكون؟ فوزي؟ طبعاً بيعرف، صار له زمان عايش جذابي، بيعمل كل شي لحاله. ها، ما بيتاكل شي من تحت إيده، والبنت ما بتقدر تقوم تشتغل. أمي الله يخليكي، بيعرفوا يدبروا حالهم. عاملة شوربة عدس؟ إيه، لأنك بتحبيها. معلّا كمان بتحبها كتير. في شوربة دجاج، وفي شوربة خضار، وفي شوربة فطر، أو في هي. والله أنا مشتهية شوربة العدس مع شي نص كيلو ليمون، بس تكون شغل البيت يعني. أكيد ما رح أعمل لك إياها بالشارع يا ست معلا. هدول مو طيبين، يعني بدي إياك تحط العدس والبطاطا وتحط جزر بالطنجرة. العدس والبطاطا والجزر ما بينحط بالطنجرة، بعدين هدول أطيب. شو بتفرق بين الجاهز وشغل البيت معلا؟ تفرق كتير يا فوزي. حبيبتي هذا الموجود إذا ما عجبك تصطف لي. آه لو أمي مو مقاطعتني كانت عملت لي إياها. لا تزعلي حالك معلا، الست الوالدة محتك من زمان. أنت مثل الكتابة المكتوبة بقلم رصاص. طلع فيني ولا هلأ بغطس لك راسك بنص بتيت هالشوربة. والله يا ريتك طالبة شي مليون ليرة يا معلا. أمي؟ أمك. يدعو إلى الضيق، بعد المصنع اذهبا إلى الطعام. لكن الوقت متأخر. ترى أين؟ ترى إلى أين؟
معلش نعيد من الأول؟ ماشي ماشي صحيح، شيء يدعو إلى الضيق. بعد المصنع اذهبا إلى الطعام إذن. لكن الوقت متأخر. ترى أين؟ ترى إلى أين؟ انظر يا صديقي. شو عم بصير معك بدر؟ لما أنا ما بحفظ بتسمعني ألف كلمة لأني نسيت حواري. طلبت منك مساعدة وما حفظت حتى. أنا آسف ألما، بس ما صار عندي وقت للحفظ. طبعاً ما حفظت لأنه امتحاني أنا. أصلاً ما حدا مهتم لا فيني ولا بدراستي غيري. ما كان لازم أطلب مساعدتك أصلاً. ألما ألما وقفي وقفي، معك حق وعدتك نتدرب مع بعضنا، بس ما مشي الحال. لو تعرفي كم مصيبة في براسي يا ألما. أوكي أصلاً مانك مجبور، بتدرب لحالي. شوفي ما بعرف شبكي، بس عصبيتك هي عم تروح لنا طاقتنا أنا وياكي. إذا بتهدي شوي بتسكر الحوار ومنمرق المشهد. بدي شوية تفاهم وبس. أنا آسفة بدر، بس حياتي مو تسلاية عندك. ماني مضطرة أضل عم بكبت. أمي قالت لي إن ما حدني من عندها، والكل صاروا بيعرفوا إنه أسيل حامل، وما في بجيبتي ولا ليرة، وعم دور على شغل بس ما عم لاقي، والبنات اللي بالبيت معقدات وعلى طول عم يعملوا لي مشاكل. تعالي لهم. هيك وضع يا بدر. ما بدي اتخانق معك، بس ما عم بقدر اتصرف غير هيك. متضايقة كتير، ما بعرف ليش كل شي صعب كل هالقد. خلص خلص، لا تضايقي حالك. انت روحي وحياتي. معك حق، وضعك صعب وانا ما بقدر ساعدك، بس اذا توترنا منجرح بعضنا كتير. يلا تعالي نطلع منشم شوية هوا، لازم تريحي أعصابك. نعمل بكل هالأكل أنا وياكي ملاك. أنا رحت وشفت البنت كانت مشتهية الشوربة، قمت رحت على السوق اشتريت شوية أغراض بدي أحضر أكل وودي لمعلا. أمي عملتي لأكل وعذبتي حالك، وأنت اللي قلتي إنك ما حيتيها، لشو كل هاد؟ مزبوط أنا ما حيتها، بس بتضل بنتي، والبنت محتاجة، وهذا الغبي اللي تجوزته ليش بيعرف يعمل أكل؟ بعدين كيف بدها تاكل من تحت ايديه؟ امي لما منروح شو بدها تعمل بحالها؟ آه؟ ها؟ بيجيبوا اكل من عند الجيران برايك؟ جوزها لبطه بتهد الحيط، هو بيعمل اكل. انا بعمل اللي علي والباقي على الله هو الكريم. نقعد بنشرب شاي؟ لا بلا هالشاي، أنا مو كتير على بالي، بلا ما ندفع مصاري. تعال نقعد على هذا المقعد. ماشي. فكري ابدا ان هربنا، رح نقعد شوي وبنرجع نتدرب على المشهد. ماشي بينوكيو؟ اليوم انت بينوكيو. معك حق حبيبتي.
شوفي امي بدر تعال على البيت فورا. هيلين اخذت المصاري كلهم وهربت من البيت. ماشي جاي، لازم اروح على البيت فورا. هيلين هربت من البيت. بدر 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 وقف. لا مو معقول. بس ما يكون صاحب البيت مغير الجازة تبع قفل الباب. سرقة ونصب، حط ايده على كل الاغراض اللي جوا. انا بورجيك يا واطي. مو هون كمان. طلعت هنيك وما لقيتها. ما بتعرف محل تاني تروح عليه بالمرة. ماشي بدر هدي حالك، أكيد بعد شوي منلاقيها. وينه شادي؟ راح من هاي الجهة هلأ بيجي. ها ليكو اجا. دورت بكل المحلات والكافيتريات وما لقيتها، وطبعا مو بس هيك، رحت على المول ومشطت وطنشيت وما لقيتها. ما في حدا ما في حدا. يا لعن الشيطان، لوين راحت هالبنت؟ أخي خلينا نروح على الشرطة. بالأول بدنا نروح على البيت، بيكون مع أمي أرقام تليفونات رفقاتي اللي بأزمير. بالأول منتصل فيهم، يمكن تكون رجعت على البلد. يلا لكان يلا يلا. إن شاء الله نلاقيها قبل ما يصير عليها شيء مو منيح يا رب. لك ليش الوقت بيمرق بدون ما نحس فيه أبدا؟ مثلا هلأ سعيد بعد 8 ساعات بيكون صار بنص السما. بعد 8 ساعات بالضبط هذا الشهر رح يمضى بسرعة ويروح. بكرة بتشوفي حتى ما رح تحسي فيه كيف مرق. ما في داعي كتير تواسيني عمو صالح. يلا لا تقلبي هالوش الحلو. وأنا كمان زعلان مثلك، بس كله شهر وبيمضى بسرعة. بعرف بيمضى وأنا رح استنى، بس هالمرة سعيد زعلني كتير عمو صالح. طلع الصبح من البيت والمساء قال لي رايحة أمريكا. معقول ما خطر عباله يحكي لي وياخد رأيي بهالشغلة؟ ما عم بقدر اتقبل اللي عمله معي، مشان هيك مو حاسة انه كتير ضروري ودعه. ايه معك حق معك حق. انا اصلا قلت له لسعيد انه غلط معك، بس ما رح يمشي الحال بدون وداع. السفر روحه على المجهول مشان ما تندمي كل عمرك. لا تزعل مني عمو صالح، ابنك سعيد ما في بقلبه ذرة حب وحدة تجاهي. كان عم بيحاول يعمل لي شغلات على قده طبعا، يعني اللي بيشوفكن ما بيقول هذا أبو وابنه. قلك شغلي نور، لما رح يرجع سعيد ما رح كون هون. وشو السبب؟ بعت الشقة اللي مقابلنا، رح انتقل على ضيعة حلوة بالجنوب. لا مستحيل، انت مثل ابي واذا سافرت شو بدي اعمل بدونك عمو صالح؟ انت ما بينخاف عليكي. لك بصراحه ماني متحمل ضل هون. لانك انجرحت ما هيك؟ يا خالي ملك، عم قول بلا ما احكي بس الموضوع عم ينفتح لحاله. بس مع هيك بلا ما تفتحي بلا. ماشي ان شاء الله بتحقق اللي بدك يا عمو صالح. لك كل واحد رايح على محل، حضرة جنابي لوين بدي روح يا ترى؟ انت ما بصير تروحي، رفقاتك اللي هون بحاجتك نور. تغيير حياة انسان شغلة حلوة وراقي كتير، صدقيني لازم يعرفوا قيمتك. خلينا نرفع كاس صداقتنا. صداقة كاس صداقة.
جبتوها معكم؟ لا ما لقيناها. يا الله دخيلك احميلي بنتي، دخيلك احميلي. هدي حالك، خلاص اكيد رح نلاقيها. اتصلي برفيقتي اللي حكت عنا، يمكن يكونوا حكوا مع بعض. ماشي. شوفي لي غراضها اذا اخذتهم معها. بدر بلكي سافرت. بدي اركب باول باص وروح وراها، مع انها اخذت كل المصاري اللي معنا. بدر انا معي شويه مصاري، واذا ما كفوا بنعمل لمه من الشباب. يا ريت تكون المشكله مشكله المصاري وبس. هيلين سلام يا جماعه، شايفه انه الفريق مكتمل؟ وين كنتي؟ كنت عم اكتشف اسطنبول. انت سكراني شي؟ ايه ممنوع؟ ايه ممنوع. قديش عمرك ولا ايه؟ قديش عمرك؟ هلم تعالي بنتي، ماني رايحة. طلعي فيني، احكي منيح مع امك ولا ايه؟ بدر شو علاقتك؟ هي امي كمان، بحكي معها مثل ما بدي. بكفي، حطي عقلك براسك بقى. بدر اطلع انت وشادي، شو مو شوية هوا. يلا ماني رايح على محل القصة، تركيني. يلا اطلع معي، امشي يلا. بدر خلص ليك رجعت على البيت ومو صاير عليها شيء، لهيك اطلع من البيت شوي لبين ما تهدى. ماشي يلا يلا يلا. ابني هدي حالك. ايه بلا ما ينشغل بالي عليك. هيلين مالك حق تعملي هيك، اخوك وامك انقطع قلبهم من الخوف. انت ما بصير تتصرفي بلا مسؤولية. انت شو دخلك؟ شو فكرة حالك يا شرشوحة؟ ما بصير تتدخلي فيني. هيلين لا تقليلي أدب معي، مانك شايفة أخوك قديش خايف عليكي؟ شو هالأنانية اللي عندك؟ أنا أبي مات، مفهوم؟ هيلين هذا مو بس أبوك لحالك، بتصرفاتك هي عم تخليه ينقهر ويزعل منك وهو بقبره. وطوا صوتكم شوي، البناية كلها سمعت. أمي الصوت مو من عندي، من هون. يلا بنتي روحي على بيتك. ماشي؟ شكراً على مساعدتك، بس إذا ما بتتدخلي بمشاكلنا بيكون أحسن. بعدين بوجودي ما حدا بيقدم النصايح لبنتي. شو ما سمعتي؟ نقلعي من هون، أوام. بدر خلاص ليش مكبر القصة كل هالقد؟ اتركني. ألما؟ لوين؟ عالبيت. طيب ليش كنا بدنا نتعشى سوا؟ أمي محضرة أكل. بناكل بوقت تاني بدر. كنا بدنا ندرس مع بعض، بكرة امتحانك. لا بلا ما أتأخر عالبيت. بشوفكم بعدين. بشوفك شادي. بكره منتدرب بالمعهد، وهلا اتصلت اسيل وعم تستناني. ماشي الما، شوفك بالمعهد لكان. شو عملت؟ نامت. ايه سكرانه وخالصه. بدر دخيلك. لا تزعلي امي، شوفي الحاله اللي وقعنا فيها بسبب بنتك. نحن عم نحسب حساب القرش وحضرتها راحت صرفت المصاري على المشروب. يا سلام، من هون ورايح ممنوع تطلع وحدة لبرا. أنا ما بقى بدي أنحط بهيك موقف، لا تسمحي لتعمل شي بدون علمي أمي. كيف يعني ابني؟ أختك كبرت وصارت صبية، ما بترد علي لما بتقلي رايحة، ما بقدر أمسكها. هي اسطنبول أمي، إذا ما بدك تخسري بنتك بدك تمسكيها. عمرها 15، إذا اليوم سكرت بكرة بتأدمين، وقتها حتى البكي ما رح يفيدك أمي. اسمع لقلك، انت حاسس بالذنب لأنك مخبي موضوع انتحار والدك. هذا وضع مو كل الناس بيتقبلوه وبيتفهموه. مسؤولية العيلة والبيت والمصروف وكل شي صار حمل تقيل فوق اكتافك. بصراحة أنا ما بقى أوثق بمشاعري عمو صالح. همي الوحيد هو أمي وأختي. من جهة فقدوا لأبي، ومن جهة صارت حياتهم تحت المستوى المتعودين عليه بكتير. ما
ما عم بقدر أفكر بشكل سليم، وأنا ما بعرف شو بدي أعمل هلأ وكيف ساعدهم. عم تحمل حالك أكتر من اللازم بدر، بهيك حالة أكيد لازم يتقدم لك مساعدة نفسية. بعرف، بس ما معي مصاري لأتعالج، ولأنه ما عنا ضمان اجتماعي مالي عارفان شو بدي ساوي أبدا. لا تشغل بالك بدر، أنا عندي شوية معارف رح نحل كل شيء. عم تحكي عن جد؟ شكرا كتير عمو صالح. هي تاني مرة بتنقذ لي حياتي، شي يوم رح رد لك المعروف. هي للكبه وهي الزيت، ومنحط شوية زيت عليه. الخبز تازة وريحته بتشهي، ما تحملت يا الله. هذا ليش ما عم يفهم؟ ما عم يفهم منو؟ أسيل استني شوي، وقفي، هدي حالك، عدي بقلبك للخمسة. نور شو صار لك؟ يعني إذا الزلمة عم بلح بالاتصال كل هالقد معناتها في سبب مهم. أسيل برأيي ردي، يعني شو بيعرفني؟ شو رح تخسري؟ بعدين إذا لقيتي عم بخبص بتسكري. ها؟ خدي. نعم أركان. أسيل وينك أنت؟ لازم أحكي معك، وهلأ طالع من المعهد. لو بدي أحكي معك كنت رديت على التليفون الصبح. أسيل لا ترفضي فورا. قليلي أنت وين؟ لازم أجي وأحكي معك، أنا ما رح أتركك. طيب ماشي، بروح عبشيك طاش ومنلتقي هنيك. برأيي قولي له أنه البنت منه. إيه بصراحة ألما معها حق، خليه يعرف ويهرب النوم من عيونه. ها إذا بتقولي له أنا بربي البنت لحالي مثل ما بدك طبعا. وليش لحتى تقله هيك؟ ليش حتى تتحمل المسؤولية كلها؟ بعدين إذا عرف الأستاذ أركان إنه الحمل منه بيتجوزها فورا، وهيك بيصير عند البنت أب وعيلة وكنية وبيت محترم. لا بس الأميرة المنتظرة في عندها عيلة، بعدين هي بحاجة المثقف، هي بحاجة حنان وعطف الأب عليها. قولي له لهالساف يا، برأيي قولي له، خلي ضميره يتعذب شوي، بس خديها مني، هذا ما رح يتجوزك نهائيا. نور ليش انت قاسي لهالدرجة؟ الأستاذ أركان مانو سيء، مثل ما قلت لك إذا عرف إنه هي البنت وإنه ما رح يتركك شو ما صار، بعدين هيك بتتربى البنت بين أمها وأبوها.